روح لي تغريده ثالثه من حساب بندر بندر ارفق صوره عبر حسابه في تويتر وعلق عليها تعليق بسيط جدا عاوزين طن ربنا يعافيك طبعا بندر بيقول انه محتاج طن من الشغف واحنا ممكن نقول له يا بندر كلنا الصراحه نحتاج أطنان من الشغف ولكن الحقيقه بان الشغف ينبع من داخلنا ما تقدر ابدا انك تكتسب شغف الاخرين مثلا او تدور عن شغفك بعيد عن دواخلك ابحث في نفسك وان شاء الله راح تلاقي باذن الله اطنان من الشغف